السلام عليكم. أنا ما داير أناقش ولا داير أقول حاجة، بس داير استيضاح من شيخ أبو بكر. في فيديو حايم عنك كده، أي أنا بس ما توفقت في إني أتمه. أنت عامل فيه كده وقلت العلمانيين بدوك أمك في فتيل، وما عارف أنا ما استنت لي الفرصة، فحاب إنك توضح لي كيف بدوك أمك في فتيل وكده. طيب الفيديو ده انا ذاتي شفته حايم، زي ما انت شفته حايم انا برضو شفته حايم كويس. والفيديو ده موضوعه، هم طبعا قاطعين جزء من محاضرة بتاعتي، انا كنت بتكلم عن الألمانية، محاضرة طويلة، وكنت بتكلم عن يعني كيف الانسان يرضى باستبدال العلمانية بالدين، وانه الدين الاسلامي فيه يعني احترام الوالدين وتقديرهم ومكانتهم الكبيرة، وإنه الإنسان يهتم بوالدينه، وربنا قال فقولا قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. المهم بتكلم عن مسألة احترام الوالدين، وإنه الإسلام فيه نظام الأسرة وكده، وفي النهاية الميت ده بيحترم ويكفن كويس، والناس بيشهدوا ويصلوا عليه وكده، كلام طويل. وإنه الناس زيل دار يجيبوا لنا شنو؟ دار يغيروا ده كله ويجيبوا لنا ثقافة جديدة حقتهم. إنه ثقافة أمك دي ما عندك ولا حاجة أصلاً، لأنه أنت من بدري ربوك أنت في محلة بتاعت دار الرعاية بتاعت الأطفال، وكبرت وبقيت راجل، شلت امك وديتها دار العجزة والمسنين، بيمشوا بعد بيدفنوا في من العلمانيين ومن الملاحدة، الدفن ده ما عندهم، بيحرقوا حريق. انت ما شفتهم ولا شنو؟ افتح بس فيديو، اكتب شيخ جوجل اساله، ولا في ناس بيحرقوا حريق ولا ما في؟ في جماعه بيحرقوا، يحرقوها وبعد ذاك بيبقى البقايا منها عظم، وبلموها كلها بكبوها بيدوك لها في فتيل. ده الموضوع. فانت عارف لقيت الفيس كله مليان هاشتاج في فتيل، وبعد ذاك واحد لقيته امس ظريفه كده عندي صاحبي كاتب صحفي، وبعدين هو هلالابي وظنوا عندهم فريق زارينه، قال فريق شنو القنديل ولا شنو ما عارف في فتيل. فانا اتضح لي بعد ذاك سمعت زيك كده انه لقيت هاشتاج، اي زول يقول لك في فتيل يعني زنقوه، زرو يقول لك خطه في فتيل، فبس خلاص استلمه كده في فتيل طوالي. فالموضوع لكن ما معنى الكلام انه اي علماني معناها بيمشي بيديك امك في فتيل، لا هم حرفوا الكلام وقطعوه جزء كده بسيط منه وجابوه نظام انه دارين يعني دارين يهتروا كده ويشوهوا. احنا ان انا سياسي ولا انا فنان تشوه سمعتي؟ انا ما شغال بالموضوع ده كثير يا الناس، تكتب في الفيس وسنشوي سمعتك، انا عارض نفسي في معرض داري خطبوني، انا نازل انتخابات، انا فنان الشباب، اذا انا بقدم دين هو النبي سيد البشريه الاكمل صفاتا واخلاقا والاكمل في كل شيء، في دينه وفي خلقه وفي معاملته، قالوا ساحر وقالوا كذاب وقالوا مجنون وقالوا ده، اذا كان قالوا في سيد البشر بقولوا فين انا الوسخان ده؟ فانت ده الفهم يعني، وكلامي مش لك انت شخصا هذول السال ده، لكن لانه شكله كده مستفسر ساي ما عنده مشكله، فانا كلامي مع الجماعه ديلك، وقول لهم نحن عندنا فتيل هنا برضو داخليه الوسط دي فتيل، بنخطك يا علماني في فتيل لما تتكيف انت ذاته. جزاكم الله خير يا شباب، نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم. السلام عليكم ورحمه الله.